أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل السادة المشاهدين. الظلم ظلمات يوم القيامة. كتير مننا طبعا اتعرض في حياته للظلم من الناس اللي حواليه، من الظروف، من أي شيء. اتظلم، انعزل عن الناس بسبب الظلم، عاش لوحده، حس إن الدنيا بتيجي عليه، مستقصده الظروف والأيام بتعنده، واستسلم لكلمة واحدة: أنا اتظلمت. قولوا لي بقى مين فيكم ما دقش طعم الظلم؟ ما فيش حد ما تظلمش. في ناس بتتظلم في مجهودها وحد تاني بياخد مكانها، وفي ناس كتير بتتظلم وما بيطلع لهاش صوت، زي أبناء ظلمهم عمهم بعد وفاة أبوهم وخد ميراثهم وما خافش ربنا، مع إن أكل مال اليتيم له عقابه الشديد عند ربنا سبحانه وتعالى، خاصة إن اليتيم ده لا حول له ولا قوة. وفي زوجة بتظلم زوجها، عمالة تنحت فيه، يجري يمين وشمال ويجيب ويطلع وينزل ويروح ويجي، وهي مش مقدرة تعبه ولا شقه، مع انه بيعمل كل ده عشان يساعدها، لا وكمان بتقلل من اللي بيعمله عشانها، فبيحس بالظلم ومع ذلك ما بيتكلمش. وفي بقى اخوات بيستحلوا حق اخواتهم الاصغر او الاضعف وياكلوا حقهم. في ظلم كمان صعب جدا لانه مؤذي جدا، مثلا واحد صاحب شركه او ليه سلطه بيتصور في لحظه انه اله وليعوذ بالله، وكان الناس اللي شغالين عنده عبيد، وطول الوقت بيهددهم ويذلهم ويكسر نفسهم لانه ممكن يقطع عيشهم في اي لحظه ويرميهم في الشارع، وانهم من غيره ولا حاجه. تعرفش ان الرزق اللي ربنا بعته لك ده ممكن يكون بسببهم وليهم نصيب فيه؟ ده في ناس كمان بيبقوا شغالين في مكان واحد، وتلاقي واحد من كتر خوفه من نجاح زميله لا يأثر عليه، فقاعد يفكر له طول الوقت في حيل وافكار شيطانيه توقعه في مشاكل، وبسببها يمشي من الشغل والدنيا تحلاله. ولا فكر في قطع الارزاق، ولا فكر في بيت اتهد، ولا أسرة بتعاني الحقد والغل والأمراض، بتبقى عمياء قلوب الناس دول وبينسوا ربنا في اللحظة دي. اتظلمت من صديق ليك وما خدتش فرصة تدافع عن نفسك، انجرحت وعشت إحساس صعب جدا. اتظلمتي من زوجك لما اتهمك بشيء لم تفعليه وما قدرتيش تثبتي براءتك، وكتير وكتير وكتير. طيب خلاص اتظلمتوا، عملته ايه بعدها؟ واجهته ولا استسلمته؟ انا بقول الكلام ده علشان لازم نعرف ازاي نستفيد من الظلم ده، وطبعا لازم نستفيد من كل حاجه في حياتنا، حتى الظلم على الاقل ما نتعرضلوش مره تانية. ضروري جدا، شفتوا انا اتظلمت في ان انا عديت لساني، بس هعمل ايه؟ مش مشكله. ضروري جدا ان احنا ما نستسلمش لنفسنا لما يضعفها الشعور بالظلم، ولازم نقوي نفسنا ونتغلب على الظلم. وضروري كمان نلتمس العذر للي بيظلمونا، خاصة لما يعني بيحسوا بغلطهم ويجوا يعتذروا. أنا اتكلمت عن تعرضنا للظلم وما اتكلمتش عن إن ممكن بل أكيد يكون في حد من كل اللي اتظلموا دول هم كمان ظلموا. أنا حابة بس أفكركم عشان تحاسبوا نفسكم، لأن الإحساس بالظلم قاسي جدا. افتكروا الجملة دي كويس قوي، واوعوا تكونوا ظلمتوا وعرفتوا انكم حسيتم بغلطكم وصفوا نفوسكم، وده كافي انه يمحي اي احساس بالذنب. عاوزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا، ان الناس النفس البشرية دي ربنا خلقها على الفطرة الطيبة،
احنا اللي هنختار صفات وسمات معينة وبنتحلى بيها. اختار الصفات الحسنة والفضائل اللي تحبب الناس كلها فيك. اختار الأعمال الطيبة اللي تخليك نايم وضميرك مرتاح. صدقوني الإحساس ده من أرقى أنواع الإحساس اللي ربنا خلقها. السلام كده لما الواحد يصحى ويقابل يومه وهو مطمن وهو مش خايف، لأنه مش ظالم حد ولا جاي على حد ضعيف ولا حيلة له من ظلم نفسه، فهو لغيره أظلم. وأقول للظالم احذر من الدعوات في الأسحار، زي ما في ظلم وافتراء وحاجات وحشة، في كمان حاجات حلوة جدا. احنا بنتواصل، كنا من الأسبوع اللي فات الحقيقة من ضمن الحاجات الحلوة جدا يوم السبت مريض وصلناه للدكتور محمد حامد استشاري العيون. الحقيقة الدكتور محمد تكرم عليه وقابله يوم الثلاث وعمل له العملية يوم الأربعة وتفضل شاكرا بنقل الحالة كاملة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. بشتكي من مية بيضة وفي عيني بقالها فترة وتعبتني، ما بقتش شايف وكده خالص، وعشان شغال سواق مش قادر امشي، مش قادر اشتغل وكده. كنت قاعد قدام التلفزيون بتفرج على مدام هالة فاخر وجي برنامج الدكتور محمد، فاتصلت اتصال قلت ربما يعني تيجي من عند ربنا او حاجة، فاتصلت بيهم فقلت له عيني تعباني ويعني ظروف مش ميسرة كلام من ده. فبصراحة يعني ما صدقتش، بعد 3 أيام بيتصلوا بيا بيقولوا لي روح المستشفى وهتعمل العملية ومن غير فلوس يعني وكده. وبصراحة يعني الواحد مش عارف يقول لهم ايه، اشكرهم واشكر ربنا قبل كل شيء، والدكتور طبعا ربنا يجازيه خير، ومدام هالة ربنا يجازيه خير، وكل الإعلام الكويس اللي هو زي كده اللي بيساعد أي حد من الناس اللي زينا. عم حسين بيشتغل سواق، والنظر طبعا هو تقريبا رأس ماله يعني، وربنا يوفقنا ونعمل له حاجه كويسه قوي، هنشيل له الميه البيضه ونزرع له عدسه ونعمل له التصحيح، وباذن الله يرجع لشغله كويس جدا ويمارس حياته على طول بشكل طبيعي ويرجع يشوف شغله ان شاء الله. من خلال نفس العمليه اللي هي عمليه الميه البيضه دي بنعمل تصحيح، يعني لو عنده طول نظر، لو عنده قصر نظر، عنده استجماتيزم، كل الكلام ده الحقيقه بنصلحه له مع العمليه. مبسوط كده يا عم حسين؟ والله بدي ربنا وادعي لك ان انت عم تستني، لان كان ممكن عيني تضيع خالص وانا وعيالي كلنا نضيع، لان هي زي ما حضرتك قلت هي راس مالي. زي ما احنا شايفين مفيش غرز ولا حاجه، العملية ما كملتش 5 دقايق الحقيقة. الحمد لله على السلامة يا حاج حسين. مركز يعني فوق الممتاز، و يعني بتقنية عالية بصراحة، يعني حاجة جميلة، ما حسيتش بأي ألم يعني. دكتور محمد حامد ربنا يكرمه تسلم ايده يعني زي الفل والله، وانا بشكره جدا جدا، وبشكر المجموعة بتعمل في المركز كله، وبشكر جميع قناة الحياة كلها والأستاذة هالة فاخر وإدارة القناة والعاملين بيها كلهم، أنا بشكرهم جدا جدا صراحة يعني، وكتر خيرهم. يا عم حسين انا عايزه اقول لك لا شكر على واجب، لان ده واجبنا تجاه اخواتنا. وعم حسين اهو معانا في مداخله يا جماعه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك، الله يسلمك يا ست الكل، ربنا يخليك يا رب. لا ده احنا ربنا يسعدك حقيقي. الانسان كان يائس من الحياه، بس فعلا يعني
في ناس كويسه والدنيا بخير. الحمد لله احنا كلنا اخوات يا عم حسين، ربنا يخليك. وكلنا لازم نتكافل مع بعض. والله انا بفتخر بالدكتور محمد حامد حقيقي طبعا، ان عندنا حاجه طبيه محترمه. ايوه حاجه على اعلى مستوى وعلى انضف مستوى، وبالذات للناس اللي هي مش قادره. الحمد لله الحمد لله. احنا بنشكر يعني جدا الدكتور محمد حامد وكل العاملين معاه في المركز. ربنا يبارك له. وحضرتك انت فوق دماغي من فوق، لانك انت اسعدتيني. لا العفو. واديتيني نفس للحياه يا عم حسين. لان احنا حضرتك في ظلم، حضرتك كنت بتتكلمي على الظلم، في ظلم جامد. يعني اقل حاجه النقابه بتاعتنا ظلمانه، نقابه السواقين دي. ما هو بص يا عم حسين، احنا بنحاول ان احنا نصحح اي ظلم واقع على اي حد من المواطنين. يعني احنا من اتجاهنا واتجاه البرنامج هو ده، اتجاه البرنامج فعلا ان احنا نقدر نساعد. ما نقولش كل حاجة النقابات تعمل او الحكومة تعمل، لا، لو احنا قادرين ومعانا ناس زي الدكتور محمد حامد بيساعدنا في ده، ومعانا ناس متبرعين لجهاز العرايس، ومعانا ناس متبرعين لأي مرضى، ومعانا ناس متبرعين لأي يعني كوارث بتحصل للناس، فاحنا معاهم قلبا وقالبا. شكرا يا عم حسين، وحمد لله على سلامتك يا عم حسين. قفل. طيب اقول لك حمد لله على السلامة يا عم حسين، ان شاء الله ربنا ينور لك نور عينيك يا رب. وبقول للدكتور محمد حامد انا مش هشكرك، انا هدعي لك. كل الناس اللي معانا العاملين معانا في الاستوديو الحقيقه بيدعوا لك جدا يا دكتور محمد. فعلا معانا حاله بقى اللي هي ولاء عاطف، كانت كلمتنا من فتره. احنا هنتواصل معاكي يا ولاء، لو كنت سامعانا دلوقتي هنتواصل معاكي عشان نقول لك ونحدد لك ميعاد تروحي فيه للدكتور محمد حامد. دكتور محمد احنا بنطمع فيك اكتر واكتر واكتر، وانت الحقيقه يعني مدينا المساحه دي ومدينا الفرصه دي. عايزه اكلمكم على حاجه تانية مهمه جدا. بصوا يا جماعه، انا بتخنق من الروتين. انا اصلا مولوده مخنوقه. بمعنى ايه؟ برنامج تمام، في فقرات زي الفل، والناس فعلا تبقى مبسوطة بفقراتنا اللي احنا بنقدمها وكل حاجة، بس أنا مش عايزة كده برضو. أنا عايزة كل شوية نطور في برنامجنا، كل شوية نعمل حاجة جديدة. فالحقيقة أنا والأستاذ أحمد نور وفريق الإعداد قعدنا فكرنا كده، تعملي إيه يا بنتي هالة جديد، تعملي إيه؟ قلت لهم بس جات لي الفكرة اللي هي إيه بقى؟ يعني يوم أربع أو أربع لأ مثلاً هفكركم قبليها طبعا ان انا هبقى في البرنامج وحدي. ايوه مش انانيه والله، بس انا عايزه اتواصل مع الناس. ان انا مش هدعي ان انا عارفه كل حاجه وان انا ممكن احل مشاكل كل حاجه، لا، بس كلام مع اختكم، مع امكم، مع عمتكم، مع خالتكم اللي هو انا. حد عنده مشكله زوجيه تحكيها لي، راجل برضو عنده مشكلة مع مراته ممكن يحكيها لي، بنوتة وأكيد البنات كتير والشباب كتير عندهم مشاكل كتير. تعالوا نتكلم مع بعض، كلموني وتواصلوا معايا وأنا هحاول أحللكوا المشاكل دي على قد ما أقدر. في حاجة تانية كمان، ياريت تتواصلوا معانا أو أنتوا بتتواصلوا معانا تقولوا لنا ايه الفقرات اللي انتوا حابين ان انتوا تشوفوها من خلال برنامجنا على قناة الحياة. واحنا يعني انا اوعدكم ان شاء الله من الاسبوع ده هنحاول شوية ننعنش المسائل. الاسبوع اللي وراه هتشوفوا ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب حاجات جديدة ان شاء الله تعجبكم. بس ده لما تتواصلوا معانا على التليفون الارضي او الدولي او على الاس ام اس، وتقولوا لنا اقتراحاتكم، قولوا لنا عايزين تجيبوا مين، عايزين تسالوا في ايه، واحنا حاضرين، احنا جاهزين. احنا بنحاول نجيب المشاكل اللي بنتعرض ليها في البيوت، زي مثلا جبنا قبل كده الغش في الاساس، وهنجيب الاسبوع ده برضو مقاول يكلمنا عن الغش في المقاولات، لان في ناس بتبقى داخله عايزه تشطب بيتها او عايزه تشطب شقتها، وممكن في ناس تضحك عليها فعشان ما حدش يشتغلك. يا عايزين ايه تاني يعني انا بحاول بجد. وهجيب لكم كمان
ديزاينر رجالي. أنا نفسي كل الناس كده تبقى متشيكة وتبقى لابسة حلو. والألوان يا جماعة، الألوان خلوا بالكم بتعمل عامل مهم جدا. يعني لو أنت حد ما عندكش حاجة جديدة قوي لكن بتضيف عليها لون بنطلون أو لون تي شيرت أو لون جاكيت تاني مختلفة، بتغير لك المنظر كله. ولا بقى، ما أنا مش هقول لكم كل حاجة، اصبروا لما تشوفوا. أيوة مفاجأة يا أستاذ مجد. تعالوا بقى نشوف فقراتنا ايه النهارده. في الفقره الاولى ان شاء الله هيكون معانا الدكتور مصطفى فتح الله اللي هيرد على تليفوناتكم واستفساراتكم بخصوص الرؤى والاحلام على التليفون الارضي والدولي وعبر رسائل الاس ام اس. وعلى مدار الحلقه وبين تليفوناتكم هيكلمنا كمان عن الجواز العرفي، جواز المسيار، كل ده بيتم ازاي، لأنه في ناس الحقيقة بيبقوا محتاجين أنهم يتجوزوا جواز عرفي عشان ما يعلنوش عن جواز. كل الحاجات دي، كل المعلومات دي هنعرفها من الدكتور مصطفى. أما الفقرة التانية بقى هتكون مع الشيف حسن حسونة، وأنا بهنيه طبعا لأنه يوم الخميس اللي فات كتب كتاب بنته إيمان، وهو هيحكي لنا عن اللي حصل في الفرح والعريس كان شكله العريس يعيد الجواز وهو رجله مكسورة، بس تمام يعني. وهنسأله كمان ازاي نحافظ على اللوبيا والفاصوليا والحاجات دي كلها والتوابل والأعشاب، نحتفظ بطعمها مدة طويلة وما يجرلاش حاجة أو ريحتها تتغير. في كمان قبل ما نطلع فاصل عايز أتكلم عن حاجة مهمة، وواقع قيام مهندسة بمنع غلق باب عربة السيدات مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص اللي كان بيستقل العربة، وتم تعطيل المترو بعد هذه المشاجرة. تدخل أمين شرطة واعتدى على المهندسة. فوجئنا أن إدارة المترو بتغرم السيدة 400 جنيه. كنا عايزين نعرف ونفهم حقيقة الأمر من القائمين على شرطة المترو، وهل غلطة المهندسة إنها منعت رجل من استغلال عربة السيدات؟ ياريت يا جماعة نتواصل مع حد من شرطة النقل والمواصلات لتوضيح الأمر. يا يعني مستغربة، يعني واحدة رفضت إنه راجل يركب عربية السيدات فقالت له انزل، اتخانق معاها فبيغرموها هي 400 جنيه عشان عطلت المترو، ومغرمهوش هو عشان راجل في عربية السيدات. اللي يعيش يا ما يشوف. نطلع بقى بريك وبعدين نطلع على فقرات. يا رب. في بداية فقرتنا اسمحوا لي ارحب بضيفنا الدكتور مصطفى فتح الله مفسر الرؤى والاحلام. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير، يا مرحبا. توحشتنا من الاسبوع اللي فات. الله يبارك فيك. ما والله. اوحش الله منكم. يا رب يخليك ويديك الصحة. مرة بقول للواحد ما اوحش الله منك، قال لي انت بتشتمني يا استاذ. طيب معانا على طول تليفون هدير، صح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا هدير؟ الحمد لله تمام. انا ممكن اقول الحلم؟ طبعا اتفضلي. انا الاسبوع اللي فات قلت لحضرتك والشيخ نسي يفسره. كنت حلمت اول حلم كنت انا في شقه جديده، انا وبابا وماما واخواتي كنا يعني بنشتري شقه، وكنت بتفرج في البلكونه وكده، ومره واحده كنت قعدت على كرسي ولقيت بنوته حلوه قوي وشعرها جميل نامت على رجلي، وبعد كده جيت اقوم لقيتها حضنتني قوي وبطبطب على شعرها ونامت، لدرجه ماما كانت بتقول لي في الحلم دي حبتك قوي. ده كان اول حلم. الحلم الثاني حلمت ان انا في مكان مفتوح واسع كده، وعلى يعني انا كنت في اليمين وناس كتير معايا واقفه، وعلى الشمال ناس كتير واقفه، وفي زي اتنين متوفيين جنازه كده هتنزل هتدفن، يعني ناس هيدفنوا، وانا شفت يعني انا شايفاهم ماشيين يعني هيبداوا ينزلوا، وببص تحت كده على الارض لقيت يعني زي ايه مصحف، بس انا ما شفتهوش يعني شفت جلدة المصحف، والناس دول هيدفنوا بس. حاضر يا هدير. انسه دي انت لسه مش مرتبطه؟ ان شاء الله بشرى طيبه ليكي باذن الله تبارك وتعالى. دي اول حاجه. تاني حاجه يا استاذه هدير، انت اليومين دول بدات تقراي في القران وبدات تلتزمي في الصلاه؟
ربنا يرزقك يا بنتي، ربنا يرزقك الهدايه. بتقولي ايه؟ راحت عمره بتاعت العمره يعني. طب شفتي بقى، شفتي ربنا يرزقك ان شاء الله الهدايه ويزيدك من التفوق ويكتمل بيك الامر، طالما ان انت لسه ما زرتيش او ان انت زرتي النبي صلى الله عليه وسلم فلسه ليكي واحده بس عند ربنا، فاسال الله ان يكرمها ان شاء الله يا رب ان شاء الله وترتبط قريب باذن الله، ربنا يفرحها ان شاء الله رب العالمين. يفرح الجميع. امين. معانا تليفون يا استاذ مجدي. مين يا فندم؟ هند يا استاذ. يا هند. الو. ايوه. انا كنت ايام ده هنا. أي حبيبتي. انا كانت مامتي كانت حلمت ان هي بتحلم ان في قطه كانت بتمشي عليها، يعني القطه دي هي اصلا ماتت اصلا عندنا، فمامتي بتحس كان القطه دي بتمشي عليها على جسمها هي نايمه، فبتفتح كان مش عايزه تفتح عينيها خالص، كانها بتفتح جزء من عينيها و يعني عشان القطه ما تختفيش وتصحى ما تلاقيش حاجه. طيب حاضر. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. استاذه هند مع استاذتنا معايا ولا استاذه هند؟ ايوه. طيب هو بالفعل حضرتك كنتم مربين قطط في البيت؟ طيب هو الامر طبعا له وقع، نقول ايه، بين الواقع وبين الخيال. حبكم للقطه اللي توفيت او ماتت معلقها بينكم في قلبكم، فكون ان هي بتشوفها دائما فده اللي كان بيحصل دايما في الحقيقه، صح كده؟ صح. ان هي كانت دايما بتمشي على ماما وعليكي وكان في قرب بينكم قوي. تمام. فان شاء الله رب العالمين لمجرد باذن الله لما هنجدد تربيه القطط مره تانية وتبقى موجوده في البيت ان شاء الله مش هتشوف الحلم ده وهتنشغل بقط تاني. تمام. الجانب الثاني بقى من هذه الرؤيه ان والدتك حاسه ان في حد عندكم بيحسدكم جامد، ده صحيح؟ يا هند. هند. ايوه. ده صحيح انت حاسه ان في حد او الوالده ان دايما في حد بيحسدكم؟ لا مفيش. لا. انت مش شايفه حد بيحسدكم؟ لا لا. طيب خير الحمد لله. اذا الامر الاول هو في موضوع القط او القطه ديت، هو الامر اللي اختلط دايما وكان الواقع اللي بيحصل وبتراه في المنام. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقكم ان شاء الله خطط كثيره ان شاء الله رب العالمين. يا رب. معانا رحاب. الو. الو. ايوه. ازيك يا هلا؟ ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. ينفع خالد شيخي يفضلك؟ طبعا يا حبيبتي اتفضلي تحت عمرك. فضيله الشيخ، انا حلمت انا وصاحبتي هي اسمها اميره قاعدين في بيت كده وقاعدين على سرير انا وهي، وبقول لها ايه ده انت لابسه نفس التيشيرت اللي بقى لنا 5 سنين بنلبسه، يعني احنا عشان لسه متخرجين، وقلت لها تصدقي وانا كمان لابسه التيشيرت، طب تعالي يعني نغيره يعني بقى لنا 5 سنين. وبعدها سالتها اتصلت بيها فبقول لها مامتها اللي اتصلت بيا بتقول لي اه خليها تغيره انت وهي يعني بعد 5 سنين. الو. ايوه معاكي. انا صحيت ان انا مش عارفه حتى اللي انا اتصلت ازاي، وكنت لابسه انا برضو كنت لابسه نفس التيشيرت اللي شفتي بيه اللي بقى انا وهي كنا نلبسه من في الجامعه. نعم نعم. حضرتك مقدمه حضرتك انت وزميلاتك في الفتره ديت او بتفكروا ان انتوا تتوظفوا؟ انا وهي كنا باعتين اتجاهات كتير بس لسه لغايه دلوقتي ما حصلش نصيب. ان شاء الله رب العالمين ربنا باذن الله هيوفقك وهيوفق زميلاتك، واصبري شويه وان شاء الله يجي لكم في السكه باذن الله وظائف جديده، والتيشيرت اللي انت بقالك 5 سنين بتشوفيه دوت هيكون تحقيقا للرؤيه ان ربنا يرزقك يا بنتي ان شاء الله، وان شاء الله تجد وظائف قريبا ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد. الله اعلم. معنا تليفون من مهدي بن الشيخ من تونس. هلا والله. مرحبا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. اهل تونس الغاليين. عاوز اسال اهل تونس الخضراء. بنحييكم. بنحيي. وعلى فكره بنحيي. احنا يا الله يبارك فيك. تفضل تفضل حضرتك. انا بسال، انا عاوز اسال الشيخ انه في مده هيك حلمت اني بحضر بيت جديد، يعني نعم بقوم ببناء بيت جديد. نعم. يعني حابب اعرف تفسير الحلم. نعم. أخي الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد، أنت في هذه الفترة كنت بصدد العمل في مشروع خاص بيك
التود فيه التوسع. أيوة. نعم مضبوط. نعم. وأنت في هذه الفترة اللي نحن فيها الآن بتعد العدة لتغيير المسار لمكان أوسع أو شكل أكبر لأن يكون المشروع أكثر توسعا. صحيح، يمكن هو يعني مش مشروع ربح فيه، لكن نعم. غير رؤية للحياة، رؤية الحياة. نعم، ما هو تغيير رؤية الحياة بوجود مشروع جديد، لأن احنا حياتنا محطات، فالمشروع الجديد ممكن يكون مشروع مادي، مشروع لافتتاح مصنع، مشروع كذا وكذا وكذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك من فضله العظيم، وأن يرزقك الخير، وأن يوسع عليك يا أخي الحبيب يا رب إن شاء الله. وعايز أقول لك برضو قبل ما تمشي وتسيبنا، احنا منسبين من تونس، أنا نسيبي من تونس، تصور بقى. طيب معنا تليفون تاني من أمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد ممكن لله. أقول حلمي؟ طبعا يا حبيبتي اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ أهلا بيك يا مرحبا. زي حضرتك. أهلا بيك يا مرحبا. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب. يا رب وأنت كذلك. يا رب يخليك. أنا بنتي حلمت حلم إن إحنا كنا رايحين عند خطيبة ابني وقاعدين متجمعين كلنا، فشايفة أختها واقفة زعلانة، فبنقول لها في إيه يعني زعلانة ليه؟ فواحدة قاعدة في وسط القعدة فبتقول لها دي خالتي، فبتقول لها هي زعلانة كده ليه؟ في إيه مزعلانة ليه؟ قالت لها مش عارفة، مش عايزة الفرح ده يحصل. حتى كانت موقفة حال أختي التانية اللي هي خطيبة ابني، كانت موقفة حالها ومش عايزة تخليها تتخطب. هي لسه مش مرتبطة بنتي؟ لا، اللي هي اخته. تمام اتفضلي. لا مش اخته، ده اختي العروسه خطيبه بنتي. احنا رايحين نحضر المناسبه بتاعت اختها. خطيبه بنتك؟ خطيبه ابني. معلش لا نقول من الاول بقى، لان حضرتك دخلتي في قصه تانية كده. معلش انا اسفه. اتفضلي. معلش. خطيبة ابنك؟ خطيبة ابني. احنا رايحين نحضر مناسبة، لقيتي اخته حزينة في المنام. ايوه. فانا سألت حضرتك هل من المنام بيبين ان هي مش مرتبطة؟ لا. صحيح؟ لا. هي مرتبطة ولا لا؟ طب بص اقول لحضرتك الاول، معلش بس سريعا لو سمعتي عشان معانا تليفونات كتير يا حضرتك. اللي حلمت الحلم دوت، احنا بنتي حلمت الحلم دوت، احنا رايحين عند خطيبة ابني، رايحين مناسبة عندهم، ففي واحدة قاعدة في وسط القاعدة قاعدة زعلانة، فإحنا بنسأل هي ليه زعلانة كده؟ بتقول عشان مش عايزة الفرح ده يحصل، هي ده هي اللي كانت حتى موقفة الحل لخطيبة ابني ديت ومش عايزاها تتجوز. ده في الحقيقة؟ لا ده في الحلم. لا كل ده كل ده في المنام. هو طيب. ده البنت اللي حلمت الحلم ده. الحمد لله رب العالمين. طيب أنت دلوقتي الأمور اللي بين ابنك وخطيبته، الامور ماشيه كويسه ولا في برضه بعض العوائق؟ في عوائق كثيره. طيب ان شاء الله رب العالمين استبشري خيرا ان هذه العوائق سوف تزول، لان طلب اي حد بايقاف الفرح في المنام معناه زوال ان شاء الله لهذا النكد، وان شاء الله ندعي لك ان ربنا يرزقكم وان شاء الله رب العالمين تعزمون على الفرح. معانا الاستاذ محمد من السعوديه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا شفت رؤيا بارانب في المنام. يعني شفت ارانب؟ كده يا حضرتك. طيب انت شفت الارانب دي بتعمل ايه؟ هي كانت موجوده في جحر، انا كنت اطلعها من الجحر واسيبها. طيب بس. استاذ الحبيب، انت محاط ببعض من الزملاء او في العمل عندك ببعض النميمة وبعض الكلام اللي بيتقال مش صحيح عنك أو بعض الأمور حواليك؟ والله دكتور أنا متزوج من فترة كده وفي مشاكل بينه وبين زوجته كده. نعم نعم. وفي كلام بيتقال على غير الحقائق في نوع من الفراق والتفريق بينكم. أيوة أيوة فيه. نعم. أسأل الله يا ابني أن ربنا إن شاء الله وجود الأرانب في الرؤية المنامية بتؤكد ان هناك يعني نقول تليفونات واتصالات وكلام بتقلب عليك المواجع وتقلب عليك المشاكل، ودي اثرها باين في شغلك هناك ان ده ضاعف من مستواك في العمل، ده صحيح؟
نعم. ألو أستاذ محمد. أسأل الله أن يشرح صدرك ويفرق كربه يا رب. طيب في اس ام اس جت لنا حضرتك، واحدة وخطيبها انفصلوا عن بعض، بعد كده حلمت إنها بتركب معاه العربية وأخوه موجود، والعربية دي كانت سخنة جدا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الأمر يدل على أن الحاجة اللي حصلت بينهم في التفريق كانت شديدة جدا، وكان أمر هو السبب في التفريق بينهم. وأن لو حصل تاني عودة هنحتاج وقت طويل بحيث أنهم يرجعوا تاني لبعض. لأن هي نفسها تعيد هذا الأمر، ولكن في ظروف مخلية لسه الدنيا بعيد، والظروف دي هو وجود الأخ في المكان، معنى أن هناك من فرق بينهما. طيب معنا إيمان. ألو يا إيمان. ألو إيمان. طب حاولي تسلي بينا. أنا عندي بقى اس ام اس لغاية ما يجي. اتفضل. واحد بعت لي برضو. طب ناخد التليفون بس من الإمارات. اتفضلي اتفضلي. مين يا فندم؟ أيوه. ألو مدام سعاد. أيوه أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. كيف يا هلا؟ والله الحمد لله انا في نعمة حضرتك. الحمد لله. تسلم. الله يبارك فيك. الله يخليك. تفضل يا فندم. انا دار اسالك، اسال الشيخ على انه انا بحلم حلم دائما. يا مرحبا. اكون انا في حتة عالية واحب انزل وما اقدر. نعم. فبقوم اخاف يعني وانا بحلم يعني. يعني انت بتحبي تنزلي او تحاولي تقعي او حد يوقعك وما بتعرفيش؟ وبتظلي على نفس المكان اللي انت واقفه فيه وبتخاف. شوفي يا ست الحبايب، اللهم صل على سيدنا محمد. المسلم الصادق الطيب اذا سقط وجد متكئا يقف عليه ولا يسقط لقربه من الله تبارك وتعالى، وهذا المقام يليق بك. كلما تسقطين من مقامتك وهامتك فإن الله يثبتك مكانك، وهذا لكثرة أعمال الخير التي تقومين به. هذا حق. نعم. طيب معنا أم حبيبة. والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام هالة. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي يا فندم تحت عفوك. الله يخليك. قول لحضرتك يا شيخ، انا كنت حلمت ان انا في تمساح دخل عندي البيت، وان انا حاولت اضربه. نعم. على راسه وعلى ديله ومش راضي يضرب، لدرجه ان انا قلت انا قبل كده موت واحد قبل كده، ومجرد ما ضربته على راسه وعلى ديله مات. ده ما كانش راضي يموت خالص. تمام. وبعد كده قلت ان انا حرميه بقى بره خلاص كده، ما دام مش راضي يموت انا حرميه بره. تمام. استاذ في حلم تاني استاذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا زوجي متوفي، كان ابني حلم ان هو جاله في المنام وبيقول له ان انا قتلت مرات عمك. فقال له ازاي يا بابا؟ قال له انا كده، انا قتلت مرات عمك. نعم. اللي هي سلفتك. اللي هي تعتبر سلفتي. طبعا. اي فن بس كده. طيب استاذة ام حبيبة، يعني في حد يعني عند حضرتك في سن الزواج؟ لا ما فيش. لا طيب. لا انا اولادي صغيرين. بنات حضرتك صغيرين. طيب هل حضرتك بعد وفاة الزوج في حد بيحاول ان هو يتودد الى حضرتك اللي الارتباط؟ لا لا. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، هذا التمساح الذي دخل بيتك في الاول وحضرتك قضيتي عليه، ده حد حضرتك مش حباه، ولغايه دلوقتي حضرتك منعتيه ان هو يتعامل معاكم. في حد كان بالشكل ده بعد وفاة الزوج؟ في. طيب هناك آخر حضرتك لسه دلوقتي بتعدي التفكير في ان انت بإذن الله سوف تتخلصي من هذا الشخص اللي بيحاول ينغص عليك حياتك حتى بعد وفاة الزوج، ده صحيح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجيك وان يرزقك من فضله العظيم، وان شاء الله يصرف عنك كيد الكائدين جميعا يا رب. الله أعلم. طب معنا وفاء من الكويت. الو. الو. ايوه. الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه وفاء. انا معاك من الكويت. انا حلمانه، انا كنت حامل وخلال فتره حملي حلمت ان
ان انا ماشيه بطريق سياره معي الوالده وخواتي بقريه مهجوره. نعم. البيوت مهجوره وتمينا ماشيين، بعدين وقفنا على جنب السياره ونزلنا يم شجرتين كانوا ما فيهم اوراق، الاشجار كانها نفس شكل حطب، ما فيها اشجار كانها محروقه. فعلى الشجره كان في حمامه نص راسها مو موجود ومتيم عليها دبان قاعد ياكل براسها. وقفت انا ويمي كان حمامتين ثانيين، انا ناديتهم على اسامي، عندي بنت مريم وروان، فقاعد انادي الحمامتين روان ومريم تعالوا. فطلعتهم من دهشه، قلت لهم انتم ايش في صار شكلكم كذي نفس الحمام؟ وتميت اطلع الحمام الماكول راسها وانا خايفه وانا حامل اصلا. نعم نعم. فبعدين شوي راحت الوالده اعطتني الحمام الميته هذه يعني موكل براسها، قالت لي اخذي هذه بنتك. نعم. فقلت لها لا انا هذه ما بيها، هذه مو بنتي، هذه ميته. الحمد لله. فقالت لي هذه هي بنتك اللي انت جبتيها. الحمد لله. المهم فرحت ماسكتها خليت الحمامه شي وانا خايفه منها. نعم. زين ونفس الوقت يعني الحمامه تغير شكلها، يعني صارت نفس شكل البنت بس ان هي يعني تحول شكلها من شكل حمام البنت. وبعدين الحمامتين الصغار انهم شكل بناتي. فرحت انا قايله على البنت هذه قلت لا هذه مو بنتي، هذه طير من طيور الجنه. وصحيت على الحلم كذي. الله اكبر عليك. المهم ان طول فتره ابنتي ابنتي الحمل الاول لم يكتمل، اليس كذلك؟ الحمل الاول يتولد. نعم. حاشني في اجهاض وحصل اجهاض. الحمد لله ثبت وولدت. نعم. طيب انا حقسم لك الموضوع بعد اجهاض. طيب الحمل الاول اللي صار دكتور ايه؟ الحمل الاول الذي اجهض هي الحمامه الميته الاولى. الحمامتان هم ابنتاك. تمام. الطير من الجنة إن شاء الله هو حملك الآن. حضرتك حامل دلوقتي؟ أنا الحين ولدت صار لي ثلاثة أيام. صار إن أنا ولدت بنتي ما شفتها، خذوها مني بحظها. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا إن شاء الله يعيدها إليك إن شاء الله. قد وصفت في الرؤية بأنها من طيور الجنة. ابنتي تثبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. ما أنا SMS قالت لنا دكتور مصطفى إن واحدة ما بتعرفش تسوق أصلاً. نعم. وفجأة لقيت نفسها سايقة أوتوبيس وفي ناس كتير قوي راكبين. متزوجة؟ معها. إن كانت متزوجة فهي متزوجة. فهي في بيتها تكون في مهنة زوجها وتقيم على البيت وإيديها سابقة دايماً في البيت. تمام. فقيادتها للأتوبيس ده يعني عشيرة، يعني مش الأسرة بس، ده حد ناني كمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يرزقها من فضله وأن يرزقها نعمة الرضا بما هي فيه إن شاء الله. معنا إيمان من الشرقية. ألو إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مرحبا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. والله ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضلي يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم يا شيخ. أهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله فضل. أنا حلمت أن بابايا قاعد مع يعتبر ابن، يعني أنا جوزي أخته ده ابن جوزها اللي قاعد معاه بابايا. طبعا ما فيش صلة بينهم وبين بعض. وده ميت اللي هو ابن اللي هو اللي هي أخت جوزي ديت، ابنها ده ميت يعتبر. طيب راجل كبير بس ميت يعني. طيب يعني هذا يعني هذا اللي حضرتك كلمتي عنه ده ميت. طب والوالد؟ الوالد موجود؟ لا ما عايش الحمد لله. عايش، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. اتفضلي يا فندم. بس فطبعا احنا هو طبعا في البيت عند بابايا وكده، فكل ما احنا ما شاء الله يعني بيت عيله وكبير وكده، فكل ما نيجي نجيب له حاجه نلاقيها مخلصانه. كل ما نيجي نجيب بابايا يزعق فين الواجب الضيف مش عارفه ايه، كل حاجه خلصانه خلصانه يعني. من كثرة الضيوف ما شاء الله. لا مش من كثرة الضيوف، لا 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 الشخص ده بالذات يعني هو الواحد اللي موجود يعني. ده في ده في الرؤية. كل ما تجيبوا له حاجة عشان ياكلها ما تلاقوش حاجة تدوها له. حاجة يشربها. طيب خير. مش لاقيين، ندور نبعت نشتري كده يعني. تمام تمام. بس كده. فضل من الله ونعم، الحمد لله رب العالمين. دائما إذا أخذ الميت من خزين البيت أو خد حاجة فدايما دي بتكون قلة في الرزق، قلة في الصحة، قلة في أي حد. الوالد بيزعق ودايما الوالد بيقول هاتوله. تمام. هو عايز يديله من هذا الأمر، لكن ربنا بيريد دايما
ان ربنا يرزقهم من فضله. الوالد ربنا يبارك فيه من اهل الكرم، حضرتك معايا؟ فاسال لا. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يزيدهم من فضله، والحمد لله ان هو ما بياكلش من هذا البيت، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيزيدهم باذن الله تبارك وتعالى. معانا الاستاذ بسام من السعوديه. الو. الو مدام هنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لو سمحت كنت عايز استفسر، كان بيجي لي حلم من فتره لفتره يعني، اني دايما عندي امتحان، انا طبعا مخلص وشغال يعني، فبيجي لي فتره زي امتحان ان انا عندي امتحان قرب، وان انا مش مذاكر الماده جدا، وبيجي لي برضه مدرس معين اللي هو هي ماده الرياضيات. نعم. أي فندم معاك؟ ايوه، فبقول لحضرتك هو بيجي لي طبعا في بالي مدرس معين ان انا الحق اكلمه واتواصل معاه انه يجي لي، ونفضل قاعدين على طول ان انا نذاكر الماده يعني. فاكر اسم المدرس؟ انا كنت متفوق جدا. اسم المدرس؟ فاكر اسم المدرس حضرتك؟ المدرس اسمه اشرف. اه اسمه اشرف. طيب اتفضل. بس كده؟ بس طب استاذ بسام، جعلك الله بسام المحيا. جزاك الله. اللهم امين يا رب. شوف حضرتك، يسر الله لك امرك. حضرتك متردد في اتخاذ قرارات، والقرارات دي خاصه بالعمل، ده صحيح؟ بتفكر كتير قبل ما تتخذ اي قرار، وهو ده سبب التردد والامتحان. ولكن لانك متردد، او سبب التردد دائما ان انت مش عايز تخسر حد في عملك ولا مع رؤسائك، ومش وبترضي الناس كلها علشان ما حدش يزعل منك. الكلام ده صح استاذ بسام؟ مش معاك. ان شاء الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقكم ان شاء الله يتواصل معنا تاني وان شاء طب الله. طب نستاذنك نطلع بريك ونرجع تاني. نطلع بريك. ورجعنا تاني للدكتور مصطفى فتح الله. حضرتك معاك اس ام اس. اه والله يعني طب نقوله بسرعه عشان معانا تليفونين راكنينهم. هو كتب لي وقال لي هو اسمه ايمن عبد الفتاح او ابو اريج يعني كما بيقولوا له. بيقول لي انا سلمت، كنت ماشي وشفت من المنام ان انا سلمت على الدكتور ابو زيد الامير. الرؤيه دي ليها اكثر من اتجاه. اولا لما اجي اشوف الاسم الشخص، وظيفه الشخص. تمام. انا مثلا الاستاذ ايمن مثلا ايا كان بيعمل. لكن الشخصيه اللي هو قابلها الدكتور ابو زيد الامير، سيد الدكتور معالي الدكتور ابو زيد الامير ده رئيس قطاع المعاهد الازهريه. تمام. اذا يبقى احنا ممكن نقول ان هذا الشخص بيعمل في الازهر. ايوه. دي نمره واحد. أيوه. الامر الثاني مسمياتها، هو اسمه ايمن عبد الفتاح، فهنا من اليمن والتيسير عبد الفتاح، يبقى هنا الفتح يكون له بإذن الله إن شاء الله. مثلا إذا كان مقبل على الدكتوراه يبقى ربنا حيرزقه الدكتوراه. كون أنه بقى بيقابل معالي الدكتور أبو زيد الأمير أو فضيلة الشيخ أبو زيد الأمير، فده لأن هذا رجل صارم، وهذا رجل قائم بأعمال معينة، بيحاول قدر الإمكان أنه هو يصلح أمور كثيرة في الأزهر. فكون أنه يقف على هذا المقام أو يبقى كده، يبقى هو بيمشي على نفس الخطة. وفي الآخر زيد من الزيادة والأمير من الإمارة، فهذه بشرة طيبة للأستاذ أيمن عبد الفتاح إن شاء الله. طيب إيه التليفون؟ آية. يا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. بص أنا حلمت حلم إن أنا ماشية في شارع ومعايا ولدين، ولد شايلاه ولد ماشي معايا، بس الولدين زي القمر يعني، بس كل شوية أقع بيهم وأقوم تاني، أقع بيهم وأقوم تاني. أستاذة آية، أنت عصبية شوية؟ أه شوية. أه شوية كتير. أه إن شاء الله رب العالمين. ودائما على أقل شيء بيحصل لك أو أي نكد ممكن البيت ما ينامش. صح كده، ربنا يهدي لك الحال ان شاء الله وبطل العصبيه دي، لان الرؤيه بتدلل على هذا الامر. الله اعلم. امين يا رب. ام احمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن مدام هنا اكلم الشيخ؟ تحت امرك يا فندم، اتفضلي. بص حضرتك انا حلمت حضرتك ان انا راكبه في اتوبيس، والاتوبيس السواق بتاعه كان يعني مش كويس، فانا نزلت اجري منه من الاتوبيس،
وانا بجري قوي جيت واقعه في ترع، وعلى شمالي لقيت في شيخ جاي كان الصبح الفجر. وبعدين انا لما وقعت على الترع وقعت بظهري ومسكت زي زرع كده زي حشيشه، بس وقعت على ظهري. فانا بصوت، لما صوتت جامد لقيت في ناس جايه زي لابسين ابيض في ابيض شباب، وبعدين في تحتيهم بقى ماشي بذر تلج، وانا برضو مفتحه بس انا مت في الحلم. تمام، خير ان شاء الله. زوج حضرتك، بس قمت حضرتك من الحلم دوت زوري منبوح وعمال اعيط وعيطت، وقمت فعلا قمت معيطه وبصرخ. ربنا يكفيك ربنا يكفيكي شر النكد في البيت يا رب. حضرتك الزوج موجود يا استاذه؟ موجود بس في شويه يعني على ما انا لسه هقول يعني. اهو انا قبل ما اعرف والله قلت لك ايه، ربنا يكفيكي شر النكد. حصل؟ ايوه تمام. الاتوبيس او قائد الاتوبيس هو الزوج، والنكد اللي موجود منك او احساسك ان هو مش كويس هو المشاكل اللي بينك وبينه. انت عايزه تهجي صح كده؟ طيب يعني قمت مخنوقه. انت عايزه تهجي اصلا يعني من المشاكل اللي في البيت؟ عايزه تهجي مش تحجي. لا انا بس عشان معايا اولادي وكده فانا محوطه على اولادي. لا انا بكلمك انت عايزه تهجي في الحقيقه. في الحقيقه دي. ايوه بقول لك تهجي مش تحجي. لا انا بقول امشي يعني. انا لكن خدي بالك محوطه على اولادك، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيهدي لك السواق بتاع البيت يا رب، وهندعي لك ان شاء الله ربنا يهدي لك الحال ويفرج كربك يا رب يا رب ان شاء الله. يا استاذ معانا الاستاذه فاطمه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله في نعمه الحمد لله. انا حلمت ابني قاعد في الشقه معايا، بس هو قاعد في اوضه وانا قاعده في اوضه انا واولادي. وحلمت ان في واحد اسمر قوي نايم جنبه. قال انا ايه، جيت داخل الحمام بصيت لقيت، ببص في الاوضه اللي نايم فيها لقيت بنام. فانا بقول انت ايه اللي نايمك هنا؟ انا لقيت الباب مفتوح. ها لقيت الباب مفتوح ورحت فاتحه ورحت داخل. انا بصيت لقيت ابني ابني نايم لجوه قوي، والراجل الاسمر دوت نايم على الحرف. انا لقيته معاه عيلين صغيرين. لقيته قام زعق معايا وقال لي انا جيت بقى ونمت وخلاص اعمل ايه؟ ما لقيت مش لاقي سكن، وجيت لقيت الشقه دي. استاذه فاطمه، استاذه فاطمه حضرتك معايا؟ استاذه فاطمه حضرتك دايما في المنام بتشوفي حد اسود او حد بيحاول يهاجم حضرتك او يحاول ياذيكي؟ لا انا جوزي يعني اسود قوي، بس ده متوفي يعني. انا بتكلم دلوقتي، انا مش بتكلم على الزوج. حضرتك في المنام دايما بتشوفي كوابيس وبتشوفي الاحوال دي؟ بشوف. ممكن تلاقي فيه زي خرابيش الصبح كده عندك او اي حاجه مزرقه في الجسم؟ مش عارف. لا طيب دائما ممكن تجدي حاجات في البيت مش في مكانها بتضيع كذا وكذا؟ ايوه حضرتك بتقول ايه؟ صح كده، ممكن حاجات بتضيع او بتتحط في مكان بتلاقيها في مكان تاني؟ لا. طيب الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا بنت الست اللي كانت بتكلم حضرتك. اتفضلي. ايوه بنتي اتفضلي. ايوه انا بنتها، بس انا كنت برضو عندي حلم ممكن اقوله. طب اتفضلي. انا حضرتك حلمت ان في زي ديب فريزر كده في اربع توريت. الفريزر ده كل واحد من اولاد خالتي خد ورك، وانا جاي على الورك اللي انا هاخده بتاعي كان الجلد بتاعه متشال. وجم خالتي دي متوفيه، جت قالت لي عايزاه خديه، مش عايزاه خلاص هاتيه. انت مش مخطوبه؟ انت مش مخطوبه؟ انا متجوزه. متزوجه؟ طيب بقالي اربع سنين وكده يعني. تمام اتفضلي. بس انا يعني باجي حالتي باجي ان انا بتتوفى مني على التاسع يعني. عندي ابني ده معايا، ابني دلوقتي عنده 5 شهور. انا حلمه الحلم ده قبل ما ابني دخل الحضانه قعد فيها شهر. الحمد لله. ما هو الورك دوت، الورك اللي حضرتك شفتيه من غير جلد هو تمام الولاده، ولكن الجلد اللي بيكسو ده ربنا قال وكسونا الايه العظام لحمه، فانت بعد العظام اللحم فانشاناه خلقا اخر. يبقى دي كانت فتره قبل اكتمال الولد،
لذلك هو دخل الحضانة حتى يكتمل النمو بتاعه. فإن شاء الله رب العالمين ربنا يجعله لك نافعا شافعا بإذن الله. طيب معنا وفاء. سلام وفاء. يا وفاء. أنا الأخت اللي فاتت بس عايز أكمل لها. عليكم بالرقية الشرعية في البيت علشان ما نبقاش توهنا الرؤية اللي فاتت. عليكم بالرقية الشرعية في البيت ونبخر البيت يا جماعة بحبة البركة عشان حسد والعيون الوحشة تروح. تفضلي فندم. طب ندعي بقى. هندعي؟ طيب معنا حد؟ في حد معنا؟ نعم. هندعي ندعي. ندعي. احنا عايزين ندعي للناس كلها. وعايزين ندعي للناس ونقول لهم يا جماعة أول حاجة لازم نرضى بقضاء الله. ولازم كل واحد يكون راضي بما قسم الله له. يا جماعة ما حدش يبص على عيشة حد علشان ما تحرمش على عيشته. خدت بال حضرتك؟ كل واحد يرضى بقضاء الله. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنا عايز ندعي الأحياء وندعي الأموات. ندعي لأبائنا وأمهاتنا. ندعي أن ربنا يوصل أرحمنا ويرحم أمواتنا. ندعي لكل واحد بعيد عن أمه أو أبوه لازم يرجع لهم تاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي يا ربنا على حبيبك محمدا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. فرق كربنا، اشف يا رب مريضنا، ارحم يا رب ميتنا، سد عنا ديوننا، اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى، ارزقنا حسن التأويل. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رب. إننا جئنا بذنوب ومعاصي وآثام كثيرة، نسألك يا ربنا ألا نغادر مقامنا هذا ومكاننا هذا. نسألك يا ربنا يا رب أن تتجاوز عن ذنوبنا وأن تعفو عنا وتأخذنا إليك وأنت راض عنا. فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة، فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. لا تأخذنا إليك إلا وآخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن كانت آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدخلته جنتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك يا أكرم الأكرمين أن تبارك لنا في مصرنا وأن تحميها شر أعدائها يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. آمين 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 آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا شكرا شكرا. أكرمكم الله، آواكم الله، وغفر الله لكم جميعا. وعايزين نقول سبحانك الله وبحمدك. والسادة المشاهدين، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده دعاء ختام المجالس. كل اللي بيشوفنا دلوقتي من جميع أنحاء العالم وسمع الدعاء وقالوا معانا، فأنا أقول له إن الله غفر لنا جميعا كل ذنوبنا. اللهم آمين. شكرا يا دكتور مصطفى. دلوقتي بريك يا جماعة، وبعد كده نروح لحسن حسونة.
شاء الله تبارك الله. ده انت هتموتني بجد حسن يا جماعه. ازيك يا حسونة؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا روحي؟ وحشتيني والله. مبروك يا حبيبي الايمان. ربنا يبارك ان شاء الله يا رب تفرح باولادها واولاد ولاد ولادها يا رب. ربنا يبارك. بس هو العريس كان رجله بعافيه شويه. اه والله يعني يا حبيبي يا حبيبي رجله. اسمه ايه؟ علاء. علاء سلامتك يا علاء. قلب سلام عليك يا علاء. سيبت ايمان يا ابن المحظوظ. دي ايمان دي تحطها في عينيك الاثنين. ربنا يبارك لك يا رب. والله هم اولاد الحاج حسن كلهم احسن من بعض، بس ايمان بقى دي يعني ليها معزه خاصه، فخلي بالك منها يا علاء والف سلامه على رجلك. معلش بس الحمد لله عشان حاجه تخزي العين، عشان احنا العينين اليومين دول يا اخويا قد كده مش عارفه على ايه. يا اختي يا جن نسيبه. مهم هتعمل لنا ايه النهارده؟ اسكت يا حسن اسكت. على يدي ايه؟ او النبي او النبي يا اخوي مش عارفه في ايه. الناس مسيبنا حمد. طيب انا عايزه احيي المهندس محمد المنشاوي علشان هو متبرع كريم وهيتكفل باي حاله من الحالات اللي هتجينا هنعرضها عليه، وان شاء الله ربنا يكرمه يا رب، وبنقول له كتر الف خيرك وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. معانا على الهوا؟ طب تمام. الو الو يا باشمهندس. الخط فصل بنحاول نكلمه تاني. طيب حسون على النهارده هيعمل لنا نجريسكو بالفراخ. هيبقى عندنا مكرونه قلم، كريمه لباني، صدور فراخ، زبده، فلفل اسمر، مشروم فريش، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي او شيدر او بارميجان. مكرونه قلم، كريمه لباني، صدور فراخ، بصل، زبده، فلفل اسمر، مشروم فريش، جبنه موتزاريلا او جبنه رومي او شيدر او بارميجان. اللي موجود اللي موجود. بص حضرتك احنا حطينا شويه زبده. ايوه. وطبعا كالعاده بنحط معاهم شويه زيت. شويه زيت صغيرين. ايوه بس ما نكترش الزيت يعني عشان الحاجه تستوي. تمام كده. ليه هو لما نكتر الزيت الحاجه ما تستويش؟ لا هتعوم على وش النجريسكو. اه اوكي. فاحنا الزبده مع الدقيق مع الكلام ده كله بتخليها تعمل زي الكريمه اللي هو زي البشاميل يعني. بالبلدي كده. تمام. فاحنا حطينا شويه زيت بس عشان ايه الزبده ما تتحرقش وتلون الفراخ على طول. على طول. تمام. فاحنا حطينا الفراخ اهو وهناخد شويه بصل صغيرين معاهم ونسيب الفراخ مع سنه لو انتوا حابين يعني سنه توم صغيره كده قوي وبعدين نسيبهم مع بعض كده يستووا. تمام. وبعدين هنبدا نحط حاجه في حاجه. ودلوقتي نعمل الكيكه بتاعه البرتقال بتاعتنا. ف معانا جريك سالاد. الاستاذه هلا بقى تعمل وانا هعمل الجريك سالاد. اتفضل. ايه ده التدبيسه دي؟ يا جماعه بجد انا ممكن اطبخ اي حاجه في الدنيا بس اجي عند الحلويات ما اعرفش اعمل الا جيلي. لا. فقط وحياه ربنا. طيب معانا ثلاث بيضات. ايوه. طب نقول بس الاول كيكه برتقال مع صوص البرتقال. المقادير ثلاث بيضات، كوب ونصف دقيق، نص معلقه فانيليا، برتقال مبشور، معلقه بيكنج باودر، كوب سمنه، كوب سكر، نص معلقه خميره. نقول تاني تلات بيضات. ادي التلات بيضات معانا، وواحد ونص كوب دقيق، نص معلقه فانيليا، برتقال مبشور، معلقه بيكنج باودر، كوب سمنه، كوب سكر، نص معلقه خميره. ادي حطينا البيض. اهم حاجه يا استاذه بقى الايه؟ ايوه. ان هم ياخدوا بالهم الساده المشاهدين. ايوه. من حته التركيب الحاجه ازاي؟ الاول البيض وبعدين يعني. السمنه. نحط البيض والسمنه والسكر مع بعض كله ونبدا نضرب. بس احنا بقى يعني المره دي احنا عاملين حاجه كتير من المشاهدين ما يعرفوش ان احنا بندي للكيكه خميره. هو كله بيحط لها ايه؟ بيكنج باودر. بيكنج باودر بس. احنا هنحط النهارده معلقه خميره، نص معلقه خميره. تمام. ونحط معلقه بيكنج باودر كبيره. حاضر يا باشا. وده الاختلاف اللي هو ايه اللي في ناس كتيره ما ده الاختلاف اللي بيعمله حسن حسون. ربنا يا جماعه. ادي معلقه الخميره اهو، وادي البيكنج باودر.
احنا ما رضيناش النهارده نعملها في العجانه، قلنا نعملها يدوي عشان بصراحه عشان يعذبني يعني فيش اي حاجه، عشان قال لك دي جايه مرتاحه بقى من الاجازه. معانا الاستاذ محمد المهندس محمد المنشاوي. الو استاذ محمد تاني. اوكي معانا الاستاذ محمد. الو ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اهلا. نعم اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ اهلا. مريف عندنا. الامر لله، ليا طلب عن سيادتك. نعم مش سامع كويس يا جماعه. الو ايوه يا فندم. ماشي يا استاذ. انا من طنطا وزوجتي رجلها تعباها وفي تاكل في العظام. زوجته تعبانه وعايز دكتور عظام. اوصى بعلاجها بالجلسات اكسجين مضغوط. حاضر تمام. دي موجوده في مستشفى بحري في اسكندريه. ايوه يا فندم. وانا من طنطا تمام. عايز حد يوصلني لحد من وزاره الدفاع ان هو يعالجوها في المستشفى على حساب القوات المسلحه. هو حضرتك في القوات المسلحة ولا لا؟ انا مدني عادي وموظف على قد حالي. تمام حاضر. انا بعتك خلاص يعني انا استكفيت على كده. طيب يعني هو لو لقينا علاج في مكان اخر يا استاذ محمد ممكن نوجهك ليه؟ ماشي تحت امرك في اي مكان. تمام. الدكتور قال لي العلاج ده موجود، الاكسجين المضغوط ده موجود في مستشفى بحري في اسكندرية. حاضر. وانا من طنطا. حاضر حاضر يا جماعه نتواصل بقى ونشوف الحاله شكلها ايه وكده. خلاص احنا ضربنا السكر مع البيض مع السمنه. ده لسه تعذب بقى شويه. يا رب يا رب مش عارفه اروح من حسن فين. ده انا حبيبي كلولا ليه كده؟ ده ما انت حبيبي. بس بتتعبني. انا اقدرش اتعبك. حاضر يا استاذ مجدي. حتى الاستاذ مجدي اللي بيقول لي لسه ما اتضربش كويس. بص حضرتك هو طبعا بعد اذنك طبعا هو لو اتضرب في الـ في الـ في العجان ولا في الخلاط لو ما عندناش واتضرب السمنه مع السكر مع الكلام ده كله يفور تبقى شكلها حلو كده. بتبقى عامله زي الريم بتاع الحليب او بتاع الكريمه اللبانيه والكلام ده. ايوه هو ده المطلوب ان يعمل. حضرتك هو بياخد مثلا 10 دقايق ربع ساعه ضرب كده وبعدين ننزل بعصير الليمون اللي احنا جايبينه وشويه الحليب لا. بتوعنا شويه القشر البرتقال المبشور او بالشكل ده اهو وبعدين في الاخر خالص ننزل بالدقيق اهو. انا خفته لك عشان ايه؟ الله يسترك الله يسترك يا شيخ. ايوه كده. ده انت كان الاول ايه كنت بضرب جبس. طيب انت اللي انت خلصت السلطه ما شاء الله يا اختي اسم الله. طب قول لي بقى يا حسن. نعم. كنت عايز اسالك سؤال، ازاي بقى نخزن مثلا الفاصوليا الناشفه واللوبيا والفلفل الاسمر والكمون والحاجات دي؟ يعني ايه نخزنه؟ يعني نخزنه مثلا يبقى عندنا كميه منه لو احنا عندنا عشان كميه عشان ما يسوس. من الحاجات دي كلها عشان ما تسوسي ما يخش لهاش هوا وما تبقاش محفوظه في حته درجة حرارتها مثلا ما نجيبش في حاجة مثلا تكون تحت فرن ونحط الحاجات دي فيها عشان السخونية. السخونية بتبوظ الحاجات دي. احنا مثلا لو احنا عندنا أي رف في أي حتة من المطبخ حاجة عالية زي كده مثلا بنحط الحاجات دي في الكياس ونقفلها كويس ما يبقاش هوا يدخلها. لو دخل هوا خلاص سوس بقى وكده يبدأ بقى تبوظ تبدأ تتفاعل مع الهوا والكلام ده كله. طب لو أنا عايز أخزن بهارات يعني مثلا بهارات ما فيهاش أي حاجة تتخزن زي ما انت عاوز عادي جدا ما احطهاش في الثلاجه ولا لا لكن المكسرات تحط في الثلاجه. انا بحط بصراحه لما بتجي لي مثلا كميه لب مثلا بتاع بحطه في الفريزر. المكسرات تحط في الثلاجه عادي حتى في الدرج بتاع الثلاجه ما فيش اي مشكله. والمكسرات ممكن تحط في الفريزر تقعد معاك زي ما انت عاوز. تمام. من رمضان لرمضان ممكن تقعد يعني سنه كامله مكسرات عشان في بتفضل بالظبط. طيب معانا مدام عايده. الو. نعم. ايوه مع حضرتك. ايوه يا فندم مساء الخير. ازاي حضرتك مدام هلا؟ ايوه يا فندم. ازاي حضرتك انا اتشرفت بمكالمتك والله حبيبه قلبي انا اللي متشرفه.
اتفضلي. والله سعيده اول ما انا سمعت صوتك. ربنا يسعدك ويكرمك يا رب. الله يخليك يا مدام هاله. شكرا. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. قالت لك على طلبي مين؟ لا قولي. انا عايزه اقدم لوالدتي في برنامج صوت الام المثاليه. طب ما تبعتي اس ام اس ايه القصه وايه الحكايه؟ ماشي. ما انا ما اعرفش انا الموضوع ده بصراحه والله يا مدام هاله. لا احنا بنعلن عنه كل مره تقريبا. تبعتوا لنا على الاس ام اس حكايه الام المثاليه او الخال او العم او اي حد حتى من الجيران ابعت لنا القصه وهي عملت ايه عشان ولادها وكده، واحنا ان شاء الله بنفرز كل الرسائل اللي بتجينا وبنطلع اكتر ام مثاليه تستحق الجائزه. حاضر. عينينا. خنقتني وانا مخنوقه. انا قلت في اول البرنامج ان انا اساسا مولوده مخنوقه. ليه ليه؟ والله ما عارفه يا حسن. ليه بس يا قمر؟ لا بتخنق انا، انا مخنوقه اليومين دول جدا. مش مخنوقه، ساعات الواحد يعدي عليه كده ايام يبقى مخنوق كده ويبقى مش عارف يعمل أنا ايه. انا حاجة. انا والله الايام دي مش حاجه يعني. لا هو فيه طبعا متوتر بس ايه متوتر اول اليومين دول. اه لا غير التوتر يعني تحس انه فجأة الحياة مكركبة جدا. ربنا يفرجها من عنده يا رب ان شاء الله. لا مش في يا سيد في يا سيد انت هتخنقني انا كمان. مش واخدة بالك اصلا من القصة الجديدة سيد حلا يا عم. اه قصة جديدة. امال ايه؟ امال لا امال طبعا عامل قصة جديدة. اتفضل يا مسيو سيد. سيد تعالى اضرب شوية. لا احط الدقيق. خلاص احط الدقيق. طيب خلاص سيد مش عايزين خدماتك. اتفضل. شكرا قوي سيد. ربنا يخليك يا سيد. سيد ده اصلا حبيبي ما بصراحه. ايه ده؟ طيب سيد بجد لا العظيم سيد يا سيد ابو محمد. معانا الاستاذ احمد. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هاله؟ ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله والله. الحمد لله بخير والله على خير. بعد اذنك انا ليا ابني مريض مرض اسمه جوشر. ده بيخزن الكبد في بيخزن الدهون في الكبد والطحال. هو عنده 4 سنين والمرض ده معاه من يوم ما اتولد. حبيبي ده علاجه الشهري 40,000 جنيه مدى الحياه. ساتر ساتر. فانا قدمت ورقه لكل الجهات اللي في مصر رفضوا يعالجوه. فكنت عملت شكوى لرئيس الوزراء محلب وقبلها وقال قرار على التلفزيون ان يتعالج على حساب الدوله. جه رئيس الوزراء اللي بعده شريف اسماعيل لغى القرار. فانا ما كنتش عارف اتواصل مع مين او اعمل ايه. ما كنتش قادر كمان يعني الناس بتساعدني في علاجه وما كنتش قادر اجيب له علاج منين. ربنا يشفيه لك يا رب. طب حاضر يا استاذ احمد حاضر. احنا هنحاول نتواصل مع اهل الخير يعني ان شاء الله 3-4 يشتركوا في العلاج بتاع ابنك وان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. حاضر حاضر. انت حطيت ايه بقى على الجريك سالاد؟ حطيت. ما تقول لي بتحط ايه يا عم؟ حط حاجات من ورايا. ده انا اقدر. ايه اللي حطيت؟ مستارده وايه؟ حطيت مستارده وخل وليمون وشويه زيت زيتون وادي حبه البركه. بص بص يا استاذ مجدي لحظه سقوط. بص يا استاذ مجدي لحظه سقوط حبه البركه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. النبي كده حبيبات حبه البركه. لا بس بص الطبق عامل ازاي. حبيبات حبه البركه. وبالنسبه للعجن اللي انا بعجنه ده عجني زي ما انت عاوزه. انت تعمل اللي انت عاوزاه. النبي جميله جدا. لا وحط لك زعروره كمان. ايوه كده. آه يا جماعه ايه دي يا استاذ مجدي؟ ايه دي؟ لا اوعى ما تعرفش. لا لا الله ينور عليك. الشمر. عارفها؟ اه والله. لذيذ. الشمر ده ممكن يتحط على السلطه ممكن على اي حاجه. انت عارف كل حاجه طبعا. وانا جبت غير مجدي. انا خلفت الا مجدي. بص يا استاذه احنا خلاص الاستاذه هلا ضربت ال ده انا داي هروح اعمل يعني علاج طبيعي بعد لا كده. لا بتشر عليك ما تقوليش كده. لا ما هو انت مش هترتاح. ده الكيك لحظه سقوط الكيك. حضرتك انا تعبت قوي وربنا ده اللي هياكل منها ده انا هصورها اذلهم.
حضرتك ممكن تطلعي الثانيه اللي احنا عاملينها. الثانيه ايه اللي في الفرن؟ مفيش فرن. امال ايه الثانيه ايه؟ بص الجاهزه وفي واحده جاهزه طبعا. فين يا سيد؟ سيد في الرف. فين يا سيد؟ مخبيها يا سيد. بيت عقلك اهي. تحت امرك يا استاذ. عاوز ايه يا استاذ مكي؟ شوف الكيكه. شفت الكيكه؟ نركز بقى في النجريسكو. اطلع بريك. يلا بريك ونرجع لكم تاني. خرب غالو خير. انت ايه اللي وداك هناك؟ انا اعرف. انا قلت ادوق. اللي خلاك تعملي كده؟ معرفش. عبيطه بعد عنك. انشر عليك. يا جماعه حبيت ادوق الشمر فحسيت ان انا بقرقش ينسون. هعمل ينسون بالظبط. شربت وراه بق برتقان فدخل تفاعل وطلعه. بس طيب بس زنك الصوديوم. ركزي معايا هنا. مركزه. بس انا عايز اسال سؤال حضرتك. الكيكه دي قعدت قد ايه في الفرن؟ بتاخد لها بالظبط 35 دقيقه. 35 دقيقه. المفروض احنا بنبقى الفرن سخن ونوطي عليها. يعني ولع الفرن الاول. عشان تعلى. وبعدين لما توطي عليها ما تهبطش. فاحنا بنعلي عليها النار لما يسخن. لما يسخن درجه حراره 150. تمام. ونسيبها الفرن على كده. اول ما الكيكه تعلى ونحط توزبيكس او اي حاجه فيها ونعرف ان مفيش عجينه جوه وموطين عليها. بس احنا دلوقتي حطينا الفرن بقى عشان ما تهبطش. حطينا المشروم. وحطينا شويه دقيق، رشه دقيق. وبعدين هناخد الحليب بتاعنا بالشكل ده كده، كوبايتين حليب. طب انا اعمل ايه في ال شمر؟ وكريمه لباني. وتمام. وحطينا كريمه لباني بالشكل ده. وطبعا هنبدا نبهرها. وبعدين بص ناخد شويه روزماري. روزماري طبعا من الحاجات الجميله والكويسه. رشه روزماري حلوه كده ورشه زعتر. زعتر. ناخد فلفل اسمر. كل التوابل وشويه ملح ما عدا الكمون. الكمون ما ينفعش معاها. وبعدين نقلبها بالشكل ده حضرتك ونسيبها بقى وندي معاها المكرونه. المكرونه بتاعتنا. مدام انسه اسماء. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذه هاله؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله في نعمه. لو سمحتي انا بس طالبه مساعده. انا عروسه وهتجوز 1/5 ان شاء الله. ان شاء الله. وطالبه اي مساعده. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمك من ولادك يا رب. حاضر حاضر. احنا عندنا متبرع الاستاذ سيد جلال لتجهيز العرايس، فمرينا ان شاء الله الاعداد يتواصل معاكي يا اسماء ويشوف انت عايزه ايه بالظبط ونوصلك بالاستاذ سيد جلال. قدامنا دقيقه ونص يا حسن. وادي بقول لك اهو ده انذار. بقى لله. ايه ده؟ مالك يا حسن؟ يلا يا استاذ حسن. انت بتعمل معايا اليومين دول حاجات غريبه جدا وانا مستحملاك. حاشا وماشا. قبل الفرح بتاع ايمان ما تشوفش كده سيبتك. متضايق. خلص الفرح متضايق. الحمد لله. لسه ما خلص. لا يعني كتب كتاب يعني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربنا يستر يا رب. هيدخل الفرن ده؟ اه طبعا. يلا اديها بقى. انت بتحبي لحظه سقوط الحركات. طب اديني معلقه. لا معلقه ليه؟ انت ايدك زي الفل. اشتغل. طيب لحظه سقوط الجبنه الرومي اهي. بارميجان. لما تعقديني بالكلام اللي بتقوليه ده. ميرسي يا استاذ. سمعتش كلام مجدي. اقول لك تاني. بارميجان.
سيد. ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عشان ما تترميش يعني؟ لا هي لازم تاخد جبنه كده كتير. اتفضل. يا جبنه يا بشاميل. انا اسف. لو هم حب ما يعني عشان الجبنه هتسيح. لو لو ما لو ما فيش جبنه بالكم ده ممكن نعمل شويه بشاميل صغيرين ونحطهم على الوش. نحط شويه جبنه صغيرين على الوش وتسند معانا. تمام. دلوقتي احنا هنعمل الصوص بتاع ال ما فيش وقت خلاص. خلاص. صوص ايه؟ خلاص بيك. خلاص صوص ايه طيب؟ خلاص بقى انت قول صوص ايه. خلي 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 مجدي يقعد قول صوص ايه. يا جماعه كنا هنعمل صوص البرتقال اللي هنحطه على الكيكه. طيب عباره بس. عن ايه؟ سكر. سكر بودره. ايوه. وبرتقال. وبرتقال وليمون. وليمون. وناخد قشر البرتقال رفيع قوي بالشكل ده وبعدين ناخدهم كلهم في طاسه ونسيبهم وينزل النار. وينزل اهو. اوكي بالشكل ده اهو. بس تمام كده. اتفضل. شكرا شكرا. مبروك. طيب انا بشكركم جدا الساده المشاهدين وبشكر جميع العاملين معانا في الاستوديو في الكنترول روم وبشكر الشيف حسن حسون على الحاجات الجميله السريعه اللي هو عملها لنا وبشكر جدا مخرجنا المتميز الاستاذ مجدي كمال وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر وان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله وتحيا مصر.